من هون كانت دعوة المصمم اللبناني نمر سعادة لعرض أزياء بيتضمن آخر صيحات الموضة عند الشباب. عرض الأزياء حمل طابع العميل السري 007، ولكنه كان مسالم هالمرة وبلا سلاح. خلينا نتابع. فكرة جديدة تحت الأرض بباركينج سيارات. نحن استوحينا الفكرة كلها من جيمس بوند، سيارات وتحت الأرض وفيها أكشن، وحتى الشباب المنقيين وفيهم هيك فيهم رجولة فيهم ستيل، حتى التيب كله بقى عملنا المود كله سوا. يعني كم قطعة رح تعرض اليوم؟ هنعرض حوالي 55 قطعة، هيكون منهم فيهم شي 8 بناتي لاين جديد عنينا، فيهم ستيل شوي رجالة البنات، يعني فيهم شوي فيريتي. حقيقة نمر أنا بلبس كم قطعة من عنده بالمسرحية، طلب مني إذا بعمل له الأوبننج هيك كشغلة، يعني كأتراكشن، أنا قلت إكسبيريونس، قلت له تكرم. أنا بحب حميس الفنانين اللبنانيين خاصة بكل شيء، بحب شجع لأنه نحن الرواد بالفن بالموضة بالإعلام بكل شيء. والفتسلم افتتاح الاوبننج رح يكون لألك، محضر شيء كوميك ولا رح يكون كلاسيكال وجدي؟ كلاسيكال وجدي هيك بيطلع كوميك. أنا بمستر لبنان وحتى بمستر انترناشونال بتشكره كثير لنمر سعادة، عاني هو بعطاني كم بدلة من عنده فقدرت طلعت فيها، وبرا بمستر انترناشونال كانت البدلة اللي أنا لابسها هي من أحلى البدلات اللي كانوا عن جد. مستر لبنان الحالي ومستر لبنان السابق، انحكى كثير عن حفلة التتويج وعن اللي صار، إنك أنت فليت زعلان وإنه محمد ما كان بده إياك أنت تتوجه، هلا شايفينكم واقفين مع بعض وعم بتقدموا هالديفيلي مع بعض بتعاون كثير كبير، خليني آخذ تعليقك قبل ما أسمع محمد. أكيد أول شيء بدي أقول بتمنى له كل التوفيق لمحمد، محمد أخ كثير عزيز. كان في شوية تفاصيل صغيرة مزبوط، بس هو كلهم ورا الكواليس، يعني العالم بيتداولون، بينما نحن بالمضمون كثير صحبة أنا ومحمد وما في بيناتنا أبدا زعل. صار في أخطاء كبيرة وحاولوا عالم أكبر منا يمكن بالعلاقات يجربوا يغطوا ويحطوا ستار علينا، بينما غلطوا كثير. بحبه لباس ما في شيء ضده، وكنت بتمنى انه هو يوشحني، ما عندي مشكله، بالعكس هذا شرف لإلي. بس صار في مشكله شوي من يمكن فيك تقول من اللجنه انه بدهم الوزير هو اللي يوشح، صار في قصص اكبر منا نحن مثل ما قال علاء باسل. بس خبرني، هاي المهنه لها عمر معين؟ لا، لانه لو لها مهنه عمر معين اني انا ما كنت موجود، يعني انا بتصور انا اكبر موديل موجود بيناتهم. هذا الشيء بيرجع قلت لك للشخص هو قد ايه بيقدر يحافظ على حاله. إذا شيء عم بيعمله لنفسه قبل ما يعمله للعالم أكيد بيبرع فيه، بس إذا عم بيعمله للناس كن أكيد ما بيبرع. لبنان حالة خاصة كدولة عربية، يعني نحن كثير صرنا عن جد أوروبيين، يعني بس فرق إنه بنحكي عربي، لو ما بنحكي عربي صرنا كثير أوروبيين. التلفزيون اليوم تقدم عصر الصورة صار هو الأساس، يعني بالنهاية وقت الشخص بيكون عم بيطل على الناس ما في يكون هامل حاله، لازم يكون عم بيطل بأبرز صورة وبأحلى صورة لإله. مش على غلط الاهتمام، ولكن ما يصير بطريقة أوفر، يعني لازم واحد يكون محافظ على إيمج معينة، يعني عم يطلع للناس بطريقة مجدد فيها كرمال الناس تحسه جديد تحسه فريش. هذا هو الأساس، يعني ممنوع شخص يكون بيطلع على التلفزيون ما يكون عم يجدد بنفسه. مع هالأزياء الجميلة لنمر سعادة.